وينضم إلينا من جازان مدير مركز المبادرات التوعوية في وزارة التعليم الدكتور أحمد الغامدي. مساء الخير دكتور. أبدأ معك دكتور، يعني مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات، من بينها هو تحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص. سؤالي هنا الدكتور، ماذا نقصد بالمدارس المستقلة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك. وطبعا للتصحيح، مدير عام مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم، عذرا، وموجود في جازان فقط لزيارة فقط. أخي الكريم، بالنسبة لمشروع المدارس المستقلة، يعني بادية زي زيدة، أنا أقدم الشكر والتقدير والإرفان لمقام قائد الحرمين دكتور أحمد. نعم أنا معك دكتور أحمد. هل تسمعني دكتور أحمد؟ نعم أنا معك الحين. أي الصوت ليس واضح، لو تكرمت. الصوت واضح الحين. أي نعم تفضل. طيب، أنا في البداية أنا أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم المستمر وغير المحدود للتعليم وتطوير عملياته. فيما يتعلق بالمدارس المستقلة، هي مشروع رائد، الفكرة تعود إلى تحويل إدارة المدارس الحكومية إلى القطاع الخاص فيما يحقق عوائد على التعليم في تجويد عمليات التعليم وكذلك الرقي بمستوى مخرجات التعليم. نعم. طب دكتور، يعني بعد تشغيل 25 مدرسة حكومية من قبل القطاع الخاص، هل ستكون الكوادر تابعة بالكامل للقطاع الخاص؟ وماذا عن المناهج؟ ستكون مجانية؟ مجانية التعليم؟ نعم بالتأكيد. طبعا هي لهذه المرحلة الأولى التي تشتمل على 25 مدرسة، ولكن هي مرحلة التأسيس، ثم بعد ذلك سوف تستمر هذه المرحلة المتلاحقة حتى تصل إلى ما يقارب 2000 مدرسة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لماهية المدارس الحكومية، هي مدرسة حكومية قائمة معلميها موجودين، كذلك المناهج الحكومية الأخرى. هناك مستوى من المرونة يعطى للمشغل في قدرة على إثراء المنهج الدراسي وكذلك تحوير بعض الوظائف الموجودة بكفاءات من القطاع الخاص. لو تفهمنا هذه النقطة، التحويل، أو أنت تحدثت عن المرونة والتحويل بعض القطاع، كيف؟ طبعا دكتور أحمد. نعم معك. أي تفضل دكتور أحمد. المدرسة حكومية وكادرها حكومي، وكذلك المناهج حكومية والطلاب مثل ما هم طلاب يدرسون بالتعليم المجاني. بالتأكيد. عندما نفكر في تغيير إدارة المدرسة، لابد أن يكون هناك مستوى من المرونة يعطى لمالك المدرسة، بحيث يستطيع أن يجدد نوعية المعلمين الموجودين في المدرسة، فهو عنده مستوى مرونة يصل إلى 30 أو 35% أنه يغير من الطاقم التعليمي والإداري داخل المدرسة. طب إذا غير الطاقم هذا التعليمي دكتور أحمد، إلى أين يذهبون المعلمين؟ طبعا هو ليس هناك عملية استغناء عن المعلمين، وإنما هو لكي التوضيح بس دكتور أحمد، لكي التوضيح فقط. نعم تفضل دكتور أحمد. ألو. نعم تفضل دكتور أحمد. نعم، المدرسة، المعلمين الموجودين في داخل المدرسة سوف يعني في حال أنه يعني عدم رغبة أحد المعلمين في استكمال العمل داخل النظام التعليمي في مدارس مستقلة، بإمكانها الطالب أن العودة إلى أي مدرسة أخرى داخل النطاق، بمعنى أنه يمكن الاستفادة منها في تغطية عجز في مدرسة أخرى أو في منطقة تعليمية أخرى. هناك خطة كذلك تدريبية لبعض العناصر الموجودة داخل المدارس. نعم. طب دكتور أحمد، تحدث أن هذه المبادرة تستهدف 2000 مدرسة، وهنا سؤالي، كيف سيتم تطبيق المراحل الأخرى؟ يعني أنا أقصد أنه السنة القادمة 25 مدرسة، السنة التي تليها؟ طبعا هو في خطة محكمة الآن أعدت من قبل وزارة التعليم بالتعاون مع مركز التخصيص وبالتعاون كذلك مع وزارة المالية لضبط كل عمليات التحول في قيادة هذا النموذج، وطبعا نموذج المدارس المستقلة. في الحقيقة سوف تبدأ المدارس بالعديد من المراحل والخطوات. هو نظام الحوكمة على مستوى المدارس. نعم. سوف يؤسس كيان متكامل خاص بوحدة متسمى وحدة مدارس مستقلة، ويوفر فيها كذلك كادر تعليمي وكذلك كادر إداري يتابع ويراقب عمليات الأداء داخل المدارس المستقلة. البدء الحقيقي لتطبيق المدارس المستقلة سوف يبدأ ب 25 مدرسة، وهذه المدرسة 25 يعمل عليها مزيد من الدراسات، مزيد من العمليات، مراجعة النموذج، ثم بعد ذلك التوسع يكون تباعا. طبعا هذا النموذج هو يخضع للجان الإشرافية الموجودة الآن واللي
اللجنة الإشرافية، اللجنة الإشرافية الخاصة بالتعليم، وهذه اللجنة الإشرافية هي التي سوف تقود العمل على مستوى 25 وكذلك حالة التوسع الأخرى. نعم، كان معنا من جازان مدير مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد الغامدي، شكرا جزيلا لك دكتور على هذا الإيضاح وعلى هذه المعلومات أيضا.